حياكم الله متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم في تغطيه جديده. الوحش الفاخر ذات الدفع الرباعي القوي تانك 300. قبل ما ابدا في شرح هذه السياره حاب اني اذكر حاجه بسيطه. تخيل انك انت تكون جالس في البيت، يجيك اتصال من شركه يقول لك تعال عندنا صيانه مجانيه ليك، وتروح تتفاجئ ان هم مجهزين لك سياره هديه. شركه توزيع وتسويق السيارات المحدوده وكلاء جريت وول موتورز في السعودية وكلاء هافال سووا مفاجأة حلوة لأخونا ياسر. شوفوا أحد ظهر عندكم في الشاشة هنا، وإذا حابين تعرفوه زوروا رابط اللي حيكون موجود في الوصف. أما بالحديث عن التانك 2023 الجديد، السيارة الفاخرة أو الإصدار الفاخر من شركة جريت وول موتورز، حنفصل لكم هي كاملة ونشوف إيش فيها وإيش سوت معانا في الطرق الغير معبدة. تابعونا. واجهت التانك 2023 300، نتكلم على اضاءات كبيره فول ال دي مع اضاءات نهاريه عالي واطي طبعا، مع الكشافات ايضا فول ال دي، ونلاحظ عندنا الشبك في الاسود اللامع مع الاسود المطفي، والكاميرا اللي هي موجوده في الامام، كاميرتين في الجوانب، والكاميرا الخلفيه اللي هي 360 درجه تغطيه كامله وكاميرات واضحه جدا. لاحظ عندنا اربع حساسات، الصدام تلاحظ انه خارج او بارز الى الخارج حتى يعطيك شكل قوي وعنفواني. نلاحظ انه عندنا الانسيابيه تقريبا قليله في هذه السياره، لانها سياره موجهه للفئه الفاخره اللي تحب الاوفرود. موجود معها كل حاجه في الاوفرود او الانظمه الخاصه بالاوفرود. لكن بالحديث عن السياره الان، لاحظوا عندنا امتداد الصدام طالع مع الفندرات الجانبيه اللي باللون الاسود والمقاس الكفر والجنط 265 وكبر الجنط 17 انش، والجنط باللون الاسود اللامع. اما لو رجعنا الى الخلف لاحظوا عندنا المرايه ايضا باللون الاسود وفيها الكاميرا والاشاره، ومرايات هذه تنطبق اليا. الدخول الذكي للسياره، وعندنا الدعاسات اللي تدعمك في الاوف رود. لو تلاحظوا عليها هذه النقشات حتى رجلك ما تزلق او تتزحلق ولا سمح الله يصير اي حاجه ضد السلامه. استمرارية هذه الفندرات الموجودة، ونلاحظ انه عندنا تانكي البنزين في الجانب الايسر، سعة خزان الوقود 80 لتر زائد 3، الثلاثة هذه اللي هي حقت المواصل. اما بالنسبة لصرفية الوقود، فاللتر الواحد من بنزين 95 يمشيك 12.1 كيلومتر، وانا اشوف على شكل السيارة انها كذا مكعبة، فهو صرفية ممتازة. شوف خلفية السيارة. خلفية التانك 2023، لاحظ انه عندنا من فوق الى تحت عندنا هنا الجناح مع اضاءة الفرامل المساحة من الجانب الايسر جريت وول موتور، اسم السيارة تانك. المقبض ينفتح كذا، تضغط هنا في زر ينفتح الباب، وعندنا هنا اضاءات فول ال دي مع اضاءة الضباب، اربع حساسات، مكان اللوحة، والكاميرا موجودة هنا في كفر السبير الخامس. لاحظ انه عندنا زاوية الخروج، هذه تسمى زاوية الخروج، زاوية الخروج هذه 34 درجة، يعني جدا جدا مناسبة للطرق الغير معبدة. أما زاوية الدخول من الصدام الأمامي فهي 33 درجة. وإذا حاب إنك تركب قلص أو هوك تفك هذه وتركبها وتسحب المقطورة اللي أنت حاب إنك تسحبها. خلينا نشوف داخلية التانك 2023 وإيش فيها من أشياء جبارة وجميلة. سيارة فاخرة للطرق الوعرة. تفضل.
أما بالحديث عن داخلية التانك 2023، نبدأ أول شيء بباب السائق. لاحظ أنه عندنا هذا الجلد الجميل اللي هو جلد النابة، سواء كان في الأبواب أو كان في المقاعد، التطريزات الحلوة الجميلة، الجلد المخرم، الكروم الغير لامع، السماعات من شركة أو نظام إنفينيتي، سماعات جبارة، التحكم كامل بالشبابيك مع المرايات. شوفوا الحركة هذه حقة المقابض اليد، جميلة جدا. مساحات تخزين عندنا هنا كمان، الكاب هولدر أو مثبتات الأكواب. لو دخلنا إلى الداخل شوفوا فتحات التكييف كيف تصميمها مع الديكور، جاي جميل جدا. وعندنا كمان أنوار محيطية أو إضاءات محيطية ب 64 لون مختلف. عندنا هنا مساحة تخزين، وهنا التحكم بالإضاءة، تعليها وتوطيها، والإضاءة الأمامية ترفعها أو تنزلها، وهنا التراكشن كنترول، نظام النزول من المنحدرات. وعندنا هنا درج تحط فيه مثلا القروش أو أي شيء أنت تحبه. هذه المسكة صراحة عجبتني جدا، انك تساعدك وانت طالع تمسك فيها وتجلس في السيارة. اما بالنسبة للطارة تعالوا جوا لانه الجو مرة حار، نشرح من جوا. طارة التانك 2023 هو تانك 300، لاحظوا عندنا هنا التحكم بالنظام الصوتي كامل، وهنا التحكم بالشاشة الامامية، وهذه علامة تانك تنتصف البوري او المقود، وهذا صوت البوري. ونلاحظ عندنا هنا الكروم المطفي، وهذا الجلد اللي يكسو الطارة، ودقة التطريز الجميلة جدا. لاحظوا عندنا شيء جميل أيضا اللي هو تقدر تتحكم بنسب الجير طلوعا ونزولا من هنا. وهنا عندنا التحكم بالمرايات أو بالمساحات عفوا، وهنا التحكم بالإشارة، وهنا عندنا التحكم بمثبت السرعة الذكي التفاعلي. الشاشة موجودة أمامنا، تقدر أنك أنت تختار، طبعا هي مقسمة إلى ثلاثة أقسام، تقدر تختار الجانب الأيمن إيش تحب أنك تعرض فيه، الجانب الأيسر إيش تحب تعرض فيه، والمنتصف تعرض فيها السرعة والآر بي إم. نبدأ معاكم من فوق. أول شيء عندنا هنا حاملات للنظارات، وعندنا هنا إضاءة فول إل إي دي وفتحة تندة وإغلاقها. هذه الشماسة فيها إضاءة مرة قوية، الليد مع المراية، بس الشماسة ما تنسحب إلى الخارج. مراية عندنا، وعندنا هنا الطبلون الجميل جدا ومطرز باللون الأبيض. ونلاحظ أنه عندنا هذا الديكور الجميل جدا، نتكلم عن شاشة 12.3 إنش فيها كل شيء، فعلا كل شيء، تبريد مقاعد، تسخين مقاعد، أي شيء حاب أنك أنت تستخدمه في السيارة من هنا تقدر أنك تسوي كل الأشياء اللي تحتاجها. فتحات التكييف، التحكم ببعض خصائص الشاشة مثلا زي التكييف، عندك هنا التحكم بمكان طلوع الهواء من قدام او تشغيل السخان الخلفي حق الشباك الخلفي، مثلث التنبيهي، وهذه الساعة الجميلة. عندنا مخرج 12 فولت، هذا السلك اللي يشبك عليه الابل كار بلاي، وهذا تايب سي شاحن ذكي، مساحة تخزين، وهذا المفتاح حق التانك، تنبيه، اغلاق، فتح باب الشنطة، فتح السيارة. طيب لو تفتح المفتاح ترفع هذه على فوق، ومن هنا يطلع لك المفتاح. نكمل معنا الجير اللي قلنا عليه، زد اف من 8 نمر، وهنا وضعيات الاوف رود، دفع خلفي، دبل خفيف اللي هو 4 اتش، دبل ثقيل 4 لو، وهنا التحكم بوضعيات القياده في الدبل الثقيل. عندك وضعيات مره كثير، يعني مثلا عندك وضعيات الصخور، وضعيات الحفر، هذه وضعية الحفر، هذه سوينا عليها تجربة حتشوفوها في تغطية الأوفرود أو في نهاية المقطع. عندك وضعية الصخور، وضعية الأوفرود، وضعية الساند، وضعية الطين وتكرامة، وضعية أشياء كثير موجودة هنا، خمسة، نتكلم عن خمسة وضعيات. هنا نتكلم على وضعية السنو بالدبل الخفيف، احنا الآن شابكين دبل خفيف اللي هو 4H، نتكلم عن وضعية السنو أو أنك تطفيها ترجعه للنورمال. وهذه هنا وضعية الإكسبرت اللي هو السبورت، لما تضغط وضعية الاكسبرت يطلع لك ايش الاشياء اللي تبغى تفعلها. يعني انا بفعل وضعية السبورت وابغى الطارة، طبعا الطارة فيها ثلاثة وضعيات، ابغى الطارة اما مريحة او سبورت او خفيفة، خفيفة يعني هذه تكون مرة مرة خفيفة. التراكشن او نظام الثبات ابغاه شغال على طول، او ابغاه يفصل لي اياه نص فصلة، او يفصل لي اياه فصلة كاملة. من هنا نقدر ان احنا نتحكم. بريك الكتروني مع زر الاوتو هولد، وعندنا هنا
الأربع كاميرات، زر الأربع كاميرات تقدر تخليها 2D أو 3D، وتقدر أنك تلف زي ما تبغى تشوف. أنا صراحة عن نفسي أحب أني أخليها 2D. وعندنا طول عمره السلامة هنا نظام اللي هو التثبيت، أو نظام زي ما يقولوا، يعني عشان أجيبه بكلمة صحيحة، نظام النزول من المنحدرات الخاص بنظام الالتفاف. يعني هذا نظام الالتفاف اللي هو وقت ما تثبت الكفر الخلفي، إذا بتلف يسار مثلا مكان ضيق تبي تثبت كفر عشان تكسر اللفة بشكل أسرع، اشتغل هذا النظام مع بعض. أول شيء تشغل نظام النزول من المنحدرات مع تثبيت الالتفاف، وتعيش حياتك بالتجربة الجميلة هذه. ديفلوك أمامي وهذا ديفلوك خلفي. عندنا هنا مساحة تخزين، وتقدر إنك تخفيها للخلف، فيصير عندنا اثنين مثبتات أكواب داخلية غميقة زي ما يقولوا. وهذه التكاية مريحة وفيها دقة تطريز جميلة، ومساحتها الداخلية أيضا جميلة. شيء جميل إنه نفس التكاية هذه فيها مخرج للهواء أو للتكييف، فالتكاية من جوا باردة، تقدر إنك أنت تحط فيها قوارير موية وتكون باردة. يعني هي ما هي ثلاجة، لكن تحفظ البرودة اللي موجودة حسب درجة حرارة الموجودة داخل السيارة. نتكلم عن الديكورات اللي موجودة، نتكلم عن السلامة اللي موجودة في السيارة. السلامة في السيارة هذه فنانة. نتكلم فول إيرباقات أمامي مع ستائر. نتكلم على الأنظمة، نظام منع الاصطدام، نظام مثبت السرعة الذكي، نظام توزيع الفرامل، نظام الابيس، نظام الأنظمة مرة كثيرة في السيارة هذه تساعدك أنك أنت تكون في أمان بعد الله. البودي أو السيارة بودي أون فريم، يعني تساعدك في الطرق الغير معبدة بشكل ممتاز وجميل جدا. الفرش اللي أنا جالس عليه أو الكنب اللي أنا جالس عليه، فعلا يعني أنا أقول ليش كنب؟ لأنه مريح جدا، والجلد حقه من جلد الناب الطبيعي، بالإضافة لأنه في مساج وتبريد وتسخين للمقاعد، ولا أنسى أنه الطارة أيضا فيها تسخين. طيب حاجة سريعة كده على الطائر، حاب أنك أنت تستعرض حاجة كده في الشاشة. هذه تقدر أنك تسحبها من فوق، تنزلها في الأوفرود. في عندك ميزة أنك أنت تقوي المروحة، اوف رود كولينج، تضغط كده المروحه، ما ادري ظاهره في المايك ولا لا، بس المروحه تزيد سرعتها عشان السياره تبرد بشكل اسرع، او اذا كنت في حراره عاليه السياره يكون وضعها مناسب. كده اطفيها. طبعا هنا عندك البلوتوث وعندك الاشياء اللي تقدر انك تستعرض فيها. هنا عندك السياره كيف تبغاها، كومفورت ولا سبورت ولا لايت، عفوا ستيرنج مود اللي هو الطاره، تقدر انك تتحكم فيها، تسخين الطارة، وفي أشياء كثير تقدر أنك أنت تستعرضها من الشاشة. شاشة رهيبة جدا جدا. طيب شكل المقود، طبعا أنت ما تقدر أنك أنت تحرك إلى الخلف أو الأمام إلا إذا ضغط الزر من هنا، تضغط من هنا مع الفرامل وترجع إلى الخلف كده، الدي والإن، طبعا البي في زر هنا ضغط عليه، خلاص أنت الآن ضاغط على البي. مقاعد الصف الثاني عشان تركب فيها، عندك هذه التكاية اللي تساعدك في الطلوع على مقاعد الصف الثاني. طيب هذه المقعدة الآن مضبوطة على شخص أو سائق طوله 170، شوفوا المساحة كديش كبيرة جدا. نتكلم على مساحات تخزين موجودة في كل مكان، في الأبواب، في مقاعد السائق والراكب والمعاون، وموجود عندنا هنا أيضا مساحة تخزين، فتحتين تكييف، وعندنا اثنين شواحن سريعة من اليو اس بي وليس التايب سي. التكاية اللي موجودة هنا مريحة جدا، وفيها اثنين مثبتات اكواب، يعني عندنا اربعة مثبتات اكواب في الصف الثاني، واربعة مثبتات اكواب في الصف الاول او في المقدمة. وزيادة على الامان اللي حطوه في السيارة، نلاحظ انه في نظام الايزوفيكس في السيارة لتثبيت مقاعد الاطفال، شوفها هي موجودة هنا، ومقفلينها حتى يكون شكل السيارة أو شكل الجلد أو المقعدة جميلة جدا. طيب عندنا إضاءات اثنين هنا فل LED. أما محرك التانك 300 موديل 2023 فهو محرك جميل جدا، مكون من أربعة سلندر، أربعة أسطوانات، 2000 سي سي
أو 2.0، يولد 217 حصان و 387 نيوتن متر من العزم، عزم جبارة. طبعاً المحرك هذا مرتبط بناقل حركة جير بوكس من شركة زد اف 8 سرعات، وعشان تدعم وتقوي هذا المحرك موجود عندنا شاحن توربيني أو تيربو يدعم هذا المحرك. طبعاً المحرك هذا صحيح أنه صغير لكن أداؤه جميل جداً، وعزمه يعطيه قوة وأداء ما هم متوقعين بصراحة. حتشوفوا كيف معانا في التجارب اللي هي كانت في الأوفرود. المساحة الخلفية في التانك 300 مساحة تعتبر جيدة، يعني أنا الآن جالس في السيارة ومساحة كبيرة صراحة. نتكلم على عدد 10 شناكر موجودة في الخلف، 2 فوق و2 تحت و2 في الخلف، وعندنا هنا 2 وهنا 2. ولو نلاحظ عندنا هنا مساحة تخزين بسيطة، حاب انك تحط اي شيء. هذه الاضاءة ليد قوية جدا. ونتكلم هنا موجود عندنا فيش كهرباء 220 ماكس 120 واط هنا، وهنا ايضا تقدر انك انت تستخدمه مخرج طاقة 12 فولت. وهنا لو حاب انك تثبت شيء، اي حاجة مثلا عندك كيس او شيء مقاضي تقدر انك انت تثبتها هنا. اما بالنسبه للباب الخاص بالتانك، تحصل انه عندنا هنا 2 مساحات تخزين، وهنا 2 مثبتات الاكياس باقصى حد او ماكس 3 كيلوغرام 3 كيلو مساحه تخزين هنا. والحمد لله طبعا احنا قاعدين نصور واحنا بنجهز الباب هذا قفل علينا. ليه؟ ما كنا مسوين اللوك لتحت، فلو فكينا اللوك الان كذا شوفوا الباب يقفل. اما لو قفلنا اللوك كده الان قفلنا اللوك، شوف الباب الحمد لله ثابت ما يقفل، فخليك ثابت كده. بافتراض لا سمح الله انه البطاريه اشتريتوا السياره والله يبارك لكم وطفت عليكم بسبب بطاريه، يعني 3-4 سنين البطاريه خلصت. طب انا بفك الباب الخلفي، تقدر من هنا طلع هذه برا، في جوا زر هو اداه تقدر انك تفتح فيها الباب الخلفي. اما بالنسبه لي مقاسات التانك 300 2023، الطول من الصدام للصدام نتكلم على 4.7 متر، يعني 4.70 متر، والعرض 1.90 متر، والارتفاع 1.90 متر برضه، طبعا مع جبر الكسور. زاوية الارتفاع هنا 27 درجة زي ما قلنا أول، إنه زاوية الارتفاع قدام 33 والخلف 34 درجة، وهذا الشيء يساعدك في الطرق الغير معبدة انك ما تعلق او يحك فيك مثلا صخرة او حاجة زي كذا. ولو لاحظنا انه التانك زودوا لك هي بحاملات الامتعة اللي موجودة فوق، لو حبيت انك تركب سلة او تركب حاجة تقدر انك انت تستفيد من هذه حاملات الامتعة. ملخص اخير لتجربتي لهذه السيارة، السيارة جميلة انيقة فاخرة بقدرات قوية جدا في الطرق الغير معبدة. السيارة استهلاك البنزين جيد جدا أو ممتاز مقارنة بحجم السيارة وبشكلها المصنعي أو الصندوقي أو المكعب يعني. ضمان السيارة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أسبق. سعر السيارة 149,900 ريال بشامل الضريبة. نتكلم على سيارة تعتبر القسم الفاخر من جريت وول موتر. ولعلمكم السيارة هذه أول ما صنعوها كانت رقم 1,000,000 من السيارات اللي صنعتها شركة جريت وول موترز. أتمنى أني أكون قدرت أغطي كامل السيارة، وإن شاء الله أني ما أكون طولت عليكم. أترككم تستمتعوا في تغطيات الأوفرود المعروفة عن قناة القوة للدفع الرباعي الجبارة. كان معكم أخوكم زكريا خلاوي من قناتكم الجميلة قناة القوة للدفع الرباعي. نستودعكم الله وفي أمان الكريم.